ونبدا حلقتنا النهارده بالفنان القدير لطفي لبيب اللي استرد عفيته بعد غيابه فتره اضطر وقتها انه يوقف كل اعماله الفنيه. ده حقيقي بعد ما تعرض لجلطه في الفتره الاخيره اضطر بعدها الطبيب المعالج ليه انه يعمل له عمليه في الحال. نقول للفنان الكبير لطفي لبيب الحمد لله على سلامتك ونورت الاستوديوهات من تاني، تعالوا بينا بقى نشوف هو هيقول لنا ايه عن الازمه دي وكمان عن النجوم اللي وقفوا جنبه. انا لقيت البيت ساكت وما فيهوش ولا حس قلقت. كل سنة وانتم طيبين ومتشكر جدا وأشكر ليكم اطمئنانكم على صحتي وأنا بخير وفي طريقي إلى التحسن. جراحة دقيقة في المخ أجراها الفنان لطفي لبيب بعد إصابته بجلطة أبعدته عن جمهوره وأعماله لفترة، لكنه يرى في تلك المحنة الصعبة منحة. كل زمايلي وقفوا معايا، كل الناس وقفت معايا، أنا لم أكتشف إن أنا محبوب عند الناس بالشكل ده إلا بعد ما عييت. بيم بيم يا ابني، خلق الإنسان ضعيفاً، ها؟ ضعيف. ورغم إنه ما زال في فترة النقاهة إلا إنه عاد إلى مواقع التصوير لاستكمال آخر مشاهد في فيلم 2 في 1 ويقوم ببطولته مع خالد سليم. الفيلم جه في وسط أعمال عديدة فابتدى الوقت يبقى ضيق وابتدى يبقى زحمة وأنا اكتست مرحلة صحية خلاله يمكن وقفتنا 10 أيام 15 يوم، إنما أدينا بكلمكم النهاردة وأنا مخلص الفيلم. سمير انضرب تاني 100 مرة قلت له مالكش دعوة بالمخطوبين، يفركش ما بينهم ينضرب. وبعد استرداد عافيته يستعد الفنان القدير لأعمال جديدة إن شاء الله. أنا بقى هكمل، عندي مسلسل هكمله وعندي مسلسل تاني في دبي. يلا يلا بقى كمل. لكل محبي لطفي لبيب رسالة خاصة منه. أنا متشكر جدا 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 ومتشكر لوقفتكم والقلق اللي انتوا كنتوا فيه، أنا ما استحقهوش حقيقي ما استحقهوش، وبإذن الله هبقى كويس وأرجع لجمهوري لأني ما أقدرش أعيش من غيره. ده أنت مكسر الدنيا، المجلة ودقة قلب عاملين لنا شغل 100%.